بعدما طلبت دول مجلس التعاون الخليجي من رعاياها عدم زيارة لبنان، فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجميع إذ أعلن تضامنه مع لبنان مغرداً خارج السرب على تويتر، حيث كتب: يا لبنان بحبك لا تخلص الدنيا. وفي أول تصريح له حول هذا الموضوع قال: الكل يحب لبنان، احنا ما نختلف على هذا الشيء، ولكن في نهاية الأمر احنا نطيع أولياء الأمر ونحترم كل ما يقال ونحترم كل ما يطلب منا. لبنان بلد عظيم وبلد عريق، الكل يحبه ويحترمه، والكل له بصمة والكل له محبة في كل قلب لبناني. فتحية مني حقيقة لكل شخص لبناني يحب الإمارات ويحب الخليج ويحب كل الناس اللي تحبه وتحترمه هني. حبي من ترابك بكنوز الدنيا، وبحبك يا لبنان يا وطني. شكراً.